طيب المرة الماضية خلينا نراجع الاكزامبل على السريع. اكزامبل كان المثال هيك. سوري هاي تي اكس اوف تي كان فانكشن زي هيك ذكرين واحد هون ثلاث هون صفر ناقص ثلاث ثلاث ناقص واحد ناقص اثنين. حكينا الطريقة انه كيف كان مطلوب انه نعبر عن هذا الفانكشن بماثماتيكال فانكشن فيوزنج اليونت ستيب. فاحنا عملنا نقلوني كيف طلع بالاخير x of t تساوي اللي هو بطلع معادلة الخط المستقيم الاول اللي هي عبارة عن 3 في t plus 2 صح؟ في بضربها بيونت ستيب اللي هو ريكتانجولار بولس مشان اخليها بس من ناقص 2 لناقص 1 اللي هو u of t plus 2 minus u of t plus 1. هاي اول لاين سيجمنت. اللاين سيجمنت الثانية اذا هذا ايش معادلته اللي هو 3 في t زائد 2 بينما هذا ايش معادلته ناقص 3 t فماينس 3 t بس ما بدي ماينس 3 t بكل مكان u of t plus 1 minus u of t minus 1 واخر لاين سيجمنت اللي هي هاي ناقص 3 معادلتها ناقص 3 بدي اياها من وين لوين من u of t minus 1 minus u of t minus 3. حكينا هذا الحل كامل بس ايش بس خلينا نرتبه لانه في عوامل مشتركه في هذا اللي هو u of t plus 1 في هون u of t plus 1 وفي كمان u of t minus 1 و u of t minus 1 هون. اوكي فخلينا نطلع اول ترم اللي هو 3 في t زائد 2 في u t زائد 2. الترم الثاني خليني اطلع u of t plus 1 عامل مشترك. اوكي اول ترم اول فاكتور لها شو هو اللي هو 3 t زائد 6 ناقص 6 صح مش هيك مضروبه ماينس لانها. اوكي والثانيه ناقص ماينس 3 t اللي هي كم تطلع ماينس 6 t ماينس 6 اللي هي لو اطلع هون ماينس شو بصير ماينس 6 عامل مشترك شو بصير t بلس 1. شو بتلاحظوا ملاحظه هاي هون u t بلس 1 لحد الآن حتى من الترم الأول شو بتلاحظوا؟ بتلاحظوا إنه إنه في عنا لو إنه هون تي زائد 2 هون شو في؟ تي زائد 2 هون تي زائد 1 تي زائد 1 هاي ملاحظة صح؟ طيب خلينا نشوف الترم اللي بعديه اللي هو أطلع شو؟ يو تي ماينس 1 عامل مشترك. لاحظوا الترم الفاكتور الأول تبعها شو هو؟ اللي هو ناقص 3 في ناقص 1 اللي هي ايش 3t والثاني ماينس 3. لو اطلع الثلاث عامل مشترك شو بصير هاي بلس 3 شو بتصير t ماينس. شو الملاحظه شو الملاحظه انه t ماينس 1 t ماينس 1 هاي ملاحظه. طيب واخر تيم بلس 3 u of t ماينس 3 مش هيك. اذا انا بس طلعت العوامل المشتركه وظبطت الحل سويت له سمبليفيكيشن بس طلع فيه اربعه تيرمز. هذا الحل شو اخذ معنا مشان اعمل اول شيء طلعت معادلات الخطوط المستقيمه وضربتها بريكتانجولر كل وحده بريكتانجولر بولس وعبرت عن بريكتانجولر بولس بدلاله difference of two unit step functions رايحين للانفينيتي مش هيك زي ما تعلمنا. وبعدين عملت سمبليفيكيشن وطلعت العوامل المشتركه فهذا يعني اخذ وقت مش هيك مشان نعمله. هذا زي خليني اشيلهم هذول. اوكي هذا الحل الاخير شايفينه في الاربعه تيرمز بقدر اكتبهم مباشره ابلش فيهم يعني واكون هذا الحل النهائي. خليني اعلمكم هاي الطريقه السريعه or alternatively بدي اروح على الشكل اللي الشكل هذا
واطلع السلوب لكل خط. اوكي بدي اعبر بدي لاحظوا الاول الخط الاول قديش السلوب تبعه الخط هذا اللي هو ايش كيف تعرف السلوب اللي هو تان الزاوية هاي تان ثيتا تان ثيتا شو يساوي مقابل على مجاور ثلاث على واحد متزايد والمتناقص متزايد فمعناته بلس ثلاث اذا هون بحط هون بلس ثلاث ماشي هاي بلس ثلاث طيب الخط الثاني هذا اللي هو المتناقص يساوي تان الزاوية هاي تان الزاوية هاي اللي هي يساوي تان الزاوية هاي بس النيجاتيف تبع هاي الزاوية اللي هي المقابل على المجاور ثلاث على واحد بس ايش ماينس اذا هون ماينس ثري تمام وهون الميل شو هو الخط الافقي هذا زيرو اكيد طيب والخط العمودي هذا شو ميله انفينيتي بالضبط طيب والخط اللي هون زيرو صح والخط اللي هون هذا كمان زيرو اذا اول خطوه بطلع السلوبز لكل اللاين سيجمنتس موجوده بالشكل كلياتهم ماشي الخطوه الثانيه ببلش اكتب بالحل مباشره يتضمن انه x of t شو تساوي تساوي الكرنت سلوب شو الكرنت سلوب لاول لاين سيجمنت 3 والبريفيوس سلوب 0 اذا 3 minus 0 3 minus 0 في t minus وين نبلش السيجمنت عند اي تايم عند ناقص 2 مش هيك مش ناقص 2 نبلش هيها هاي بلش على ناقص 2 ماينس ماينس 2 شو بصير بلس 2 هاي بلس 2 في يو تي بلس 2 يعني نفس الرقم اللي هون بضرب بيونت ستيب نبلش من وين من عند الناقص 2 هذا شو عبارة عن ايش يو تي بلس 2 هذا عبارة عن يونت ستيب نبلش عند الناقص 2 ورايح لوين للانفينيت لاحظوا هذا اول تيرم اذا بتنتبهوا هيو التيرم هذا صح؟ لاحظين؟ هذا عبارة عن ايش؟ ايوه اول تيرم بس طلعته مباشرة بالطريقة السريعة هاي الترم اللي بعده شو السلوب تبعه؟ زائد بحط هون الكرنت سلوب ناقص 3 البريفيوس سلوب لا بدي احط ماينس البريفيوس سلوب اللي هو ايش؟ 3 في تي ماينس وين نبلش السيجمنت؟ عن ناقص واحد فبصير شو بلس ون في ايش في يو تي بلس ون لاحظوا هذا شو تيرم اللي بعده صح خلينا نكمل اللي بعديها اللاين سيجمنت اللي بعديها شو زيرو ماينس ماينس ثري اللي هي بلس ثري اوكي فبصير بلس الكرنت سلوب 0 minus the previous slope minus 3 فبصير plus 3 في ايش t minus وين نبلش السيجمنت عند الواحد في ايش في u t minus 1 واذا بتنتبهوا هذا شو هو الترم اللي بعده صح ضل اخر ترم خلينا نرجع للشكل كيف بدي اكمل الطريقة هاي هلا وين وصلنا وصلنا عند الخط العمودي هذا صح الـ vertical line اوكي هلا شو بدي قديش الميل تبعه انفينيتي بصيرش هلا احكي انفينيتي ماينس 0 بيطلع انفينيتي فاذا بشوف انا فيرتيكال لاينز شو بتذكر بتذكر الطريقه لما كنا ناخذ ستير ستيب فانكشنز كيف كنا نتعامل معهم كيف كنا نعبر عنهم بالثلاث يونت ستيب كنا نمشي معهم صح ستيب لفوق ستيب لتحت في يونت ستيب نبلش من عند وين صار ستيب متذكرين الستير ستيب فانكشنز فهذا كانه ستير ستيب لوين احنا طلعنا لوين كم مقدار ستيب ثلاث وين عند الثلاث اللي هي بضربها ايش يعني بلس 3 في ايش في يو اوف تي ماينس 3 زائد 3 لانه هو مقدار الستيب في ايش في يو اوف تي ماينس 3 هلا شو ضل ضل اخر وحده اللي هي شو الزيرو هاي الزيرو طبعا لما اطلع مع الفيرتيكال لاينز خلص كاني انا اي توك كير اوف ذم
فكانوا مش موجودين يعني، لانه انا اوريدي توك كير اوف ذم، طلعت معهم يعني عملت الستيب لفوق بمقدار 3 يونتس عند الثلاث. هلا شو بيكون الكرنت سلوب؟ شو هو؟ زيرو ماينس البريفيوس سلوب زيرو، هاد زيرو ماينس زيرو زيرو، خلاص خلصنا. اوكي وهذا هو الحل صح؟ اذا تنتبهوا اخر اخر تيرم هيو نفسه شيك. في حدا مش فاهم اشي؟ اذا احنا بخطوه واحده، اول شيء اطلع السلوبس وبعدين اكتب الحل مباشره بدون الطريقه الطويله اللي تعلمناها اللي هي هذيك سيستماتيك، هذيك ميكس مور سنس. هاي شوي فيها حفظ صح؟ لانه بدكم تتذكروا انه هاي شو هي؟ هاي عباره عن الكرنت سلوب صح، وهاي البريفيوس سلوب في تي ماينس. وين نبلش اسم؟ خليني احط الجنرال فورم لاي لاين سيجمنت. خلينا نبلش الصفحه هاي. اذا بشكل عام اكس اوف تي شو تساوي؟ اكس اوف تي لاي لاين سيجمنت، يعني اي لاين سيجمنت. مثلا هاي لاين سيجمنت، هاي لاين سيجمنت. طبعا لاين سيجمنت هاي هون في لها سيجمنت قبليها صح، وفي لها سيجمنت ايش بعديها. انا بدي احكي عن هاي السيجمنت. شو الميل تبعها؟ خلينا نسميه ام مثلا. ام هذا الكرنت سلوب ام سي، ام سي وهون ام بي بريفيوس سلوب، خلينا نسميهم هيك مثلا. فهاي السيجمنت كيف بعبر عنها؟ طبعا هون في ايش؟ تايم. هون التي واحد مثلا، وهون شو مثلا؟ احنا بهمناش، بهمنا تي 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 واحد بس، بهمناش تي اثنين للسيجمنت هاي. بس انا بدي اعبر عن السيجمنت هاي. هكيف بعبر عنها؟ الكرنت سلوب اللي هو شو؟ ام سي ماينس البريفيوس سلوب ام بي في سوري في تي ماينس. وين نبلش السيجمنت؟ تي 1 في ايش؟ في يو اوف تي ماينس تي 1. هيك بشكل عام. واذا شفت فيرتيكال لاينز شو اعمل فيهم؟ بمشي معهم لفوق، اذا ستيب لفوق او ستيب لتحت في يونت ستيب، مقدار اليونت ستيب. خلينا نحط هاي الملاحظه كمان. اذا كان في عندنا فيرتيكال لاينز بغض النظر شو قبلها شو بعدها ماشي، يعني انا كان في عندي لاين سيجمنت بعدين عملت ستيب لفوق بعدين اعطاني لاين سيجمنت ثاني بغض النظر شو هي. انا هلا بدي اهتم باللاين سيجمنت اللي هون، بروح بتطلع على خلينا اسميها هاي خلينا اسميها واي 1 وهون واي 2 اللي هو ارتفاع يعني، وهون اخليها معموله عند تي 0 تمام. فكيف بعبر عن اللاين سيجمنت هاي؟ شباب هاي x of t ل vertical line segment شو يساوي؟ مقدار الستب اللي هو كم؟ y2 minus y1 في ايش؟ في t في عفوا في unit step نبلش عند u of t minus t not ببساطة وهكذا. ومجرد ما اخذ السيجمنت هذا طبعا انفينيتي هون السلوب صح، مشان اخذ السيجمنت هو خلص بتجاهل الانفينيتي هذا السلوب تبع الفيرتيكال لاينز لانه انا اوريدي اي توك كير اوف ذم. اوكي فبصير هذا هو الكرنت سلوب، هذا هو البريفيوس سلوب. هون بصير هون ام سي، هون شو؟ ام بي. فبكمل الحل بالطريقه هاي. لا اذا ستيب لتحت خلص بدك انت مقدار الستيب، مقدار الستيب بلس اذا كنت طالع لفوق وماينس اذا كنت نازل لتحت. اوكي بس الابسولوت فاليو اللي هي الديفرنس بالواي. في حدا عنده مشاكل شباب؟ طب خلينا ناخذ مثال سريع ونقلوني انتم الحل كيف بصير. example هون تي
مثلا هذا المثال. هاي هون واحد، هاي هون اثنين، لنفترض انه هاي ناقص اثنين، وهون ايش؟ اثنين ناقص واحد، او خليها هون ناقص اثنين ناقص اربعة، و let's say هاي اثنين هون اخليها تكون ثلاث. اوكي، هاي x of t. المطلوب تعبر عن x of t بدلالة ايش؟ بدلالة، طبعا احنا ممكن نستخدم الطريقة الطويلة هذيك واطلع معادلات الخطوط المستقيمة واضرب كل معادلة خط مستقيم بايش؟ بريكتانجلر بولز زي ما تعلمنا، وبعدين ابسط الحل، بس هذا takes time. فالطريقة الاسهل شو؟ يلا احكولي، نطلع السلوبز اول شيء. هلا السلوب هون شو؟ زيرو. هون اللي هي تان الزاوية هاي المقابل على المجاور اللي هي 2 على 2 1، هون زيرو. ما عملناش ستيب، لو عملنا ستيب خليها هاي مش هيك، ولا خليها بس بدنا نعمل هيك وهيك وهيك عند الواحد هاي. تمام، هاي عند الثلاث. اوكي، هاي زيرو. هون قديش السلوب اللي هي تاني الزاوية هاي؟ كم؟ اثنين على واحد، بس ايش؟ ناقص اثنين لانها متناقصة. هون تاني الزاوية هاي اللي هي اثنين على واحد، اذا هون اثنين شيك، بعدين هون انفينيتي، وهون شو؟ زيرو. يلا نقلوني اكس اوف تي شو يساوي؟ واحد ناقص صفر واحد في تي زائد أربعة في يو تي زائد أربعة. ماشي، طبعا لو بدي أرسم هذا التيرم لحاله بس، كيف رسمته شباب؟ هذا عبارة عن تي بلس أربعة بس مضروبة بيونت ستيب، ببلش من وين؟ عند الناقص أربعة وبروح للإنفينيتي. يعني قبل الناقص أربعة قديش قيمته؟ زيرو. بعد الناقص أربعة واحد، اذا بيكون تي بلس 1 تي بلس 4. فكيف شكله هذا لو بدي ارسمه؟ هيك صح، ببلش هيك زيرو، بعدين شو بعمل؟ بمشي مع الخط بس بوقف هون، لا بظني مكمل اذا بس بدي ارسم الخط هذا، بس احنا ما بدنا نضل مكملين، بدنا نروح اللاين سيجمنت اللي بعديها اللي هي هاي. شو اعمل؟ الكرنت سلوب زيرو ماينس 1 اللي هي ماينس 1 صح؟ ماينس 1 في تي plus 2 في u of t plus 2. طبعا لو بدي ارسم هذول التو تيرمز مع بعض شو بصير؟ ببلش ايش؟ ببلش من الزيرو هون، وبعدين بروح للواحد، وبعدين بوقف هون عند اثنين، لا بظن مكمل، بس احنا ما بنضل مكملين. تمام، هلا بدنا نعمل اللاين سيجمنت اللي هون اللي هي ايش؟ ناقص 2 ناقص 0 ناقص 2 مش هيك؟ ناقص 2 في ايش؟ في تي ماينس 0 اللي هي تي، في يو تي ماينس 0 اللي هي يو اوف تي. لو اوقف هون شو بصير؟ شو لازم اعمل؟ اظل مكمل هيك، بس انا ما بدي اظل مكمل، بدنا نروح لللاين سيجمنت اللي بعديها اللي هي شو؟ الكرنت سلوب 2 ناقص ناقص 2 اللي هي ايش؟ 4، اذا زائد 4 في t minus 1 نبلش السيجمنت عند 2 في u t minus 2. ونفس الشيء لو هو بدي اظل مكمل شو بعمل؟ ظل مكمل هيك، بس احنا هلا بدنا نعمل vertical step لفوق اللي هي كم مقدارها؟ كم مقدارها؟ زائد 1 اللي هي ايش؟ u of t نقلوني شباب minus 3. هلا احنا وصلنا لوين؟ وصلنا لهون. هسه على السيجمنت الأخيرة، هاي السيجمنت الأخيرة شو هي؟ شو الكرنت سلوب؟ زيرو، والبريفيوس سلوب 2، فبصير زيرو ماينس 2 ماينس 2. إذا هون ماينس 2 في تي ماينس 1 نبلش السيجمنت عند الثلاث في ايش؟ يو اوف تي ماينس 3. يعني هذا سؤال طويل، لو بدكم تحلوه بالطريقة الطويلة هذه شو بتكون؟ راح تاخذ وقت كثير. أول شيء بدك تطلع معادلات خطوط مستقيمة، بدك تضرب ريكتانجلر بولسز لكل لاين سيجمنت، بدك تبسط الحل وتطلع العوامل المشتركه،
فممكن ياخذ منك صفحتين اذا ما غلطت. فهي طريقه سريعه و... بس انا اي لايك الطريقه هذيك. ليش؟ لانها ميك سنس صح. هاي شوي فيها ايش بدك تحفظها، هاي ممكن تنساها بعد شهر، بس هذه الطريقه الاولى فيها سنس، ما بتنسى الواحد ما بينسى السنس. يا فهاي طريقه للي بده يحل بسرعه. تمام، في حدا عنده مشاكل شباب؟ في حدا مش فاهم اي شيء عملناه بالاكزامبل هذا او اللي قبله؟ كيف اوكي. طيب خلينا هلا هيك، خلصنا احنا اليونت امبلس، خلصنا اليونت ستيب، خلينا نبلش هلا بموضوع جديد اللي هو السيستمز، اللي هو properties of continuous time systems. Continuous what time systems. لحد الآن إحنا بنتعامل مع إيش؟ مع signals. ما تعاملنا مع systems. هلا بدنا نبلش نتعامل مع systems. بشكل عام الconvention إنه نعبر عن السيستم اللي هو النظام يعني ببox، black box. إله input وإله إيش؟ وإله output. هلا هذا شو بسموه؟ system. لحد الآن ما منا نحكي عن الإشي اللي بيصير جوا السيستم وكيف أنا ممكن أعبر عن الايدنتيتي تبعت السيستم بـ another continuous time function اللي هو رح نسميه H of T اللي هو impulse response للسيستم، اللي هو إشي بيعبر عن الايدنتيتي. كيف أنتوا لكم أسماء كمان السيستم زلها إيش أسماء اللي هي H of T أو إشي بيسموه impulse response أو step response. بس خلينا هلأ نتجاهل السيستم ونتعامل معه as a black box. إله input وإله output. الانبوت ممكن يسموه كمان excitation، يعني ايش؟ تحفيز. اذا كان الانبوت اسمه excitation فالاوتبوت شو بسموه؟ response. response من اي فعل؟ respond. صح؟ انه the system responds to the input by producing an output. او ممكن نسمي يعني هاي different terminologies. ممكن اسمي الانبوت ايش؟ cause، سبب يعني. والاوتبوت شو بسموه؟ effect. So it's a cause and effect relationship. Input output relationship أو cause and effect أو excitation response. كلهم هذول لهم. أو بالماث أنا ممكن أعبر عن الانبوت بشكل عام زي كتابنا ما بيعبر عنه اللي هو x of t as a continuous time function. الاوتبوت شو بسموه؟ y of t. وبعد شوي راح نتعامل مع بالنكست شابتر إنه السيستم هذا عبر عنه بكمان continuous time function اسمه h of t. بس للنكست شابتر. تمام؟ هلا العلاقة اللي بتربط هذول الثلاث شو هم؟ شو هي؟ y of t شو تساوي؟ تساوي اللي هي transformation ل x of t. يعني أنا بعمل الانبوت بيدخل على السيستم بصير عليه شوية processing اللي هو transformation يعني، وبعدين بيعطينا الاوتبوت. ف t هي stands for what؟ transformation. هلا احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل observation لل y of t والx of t. يعني انا في عندي بوكس بعرف شو اللي بصير جوا، بس بدي احكم من خلال يعني by observing y of t and x of t بدي احكي عن البروبرتيز تبعت هاي السيستم. تمام، يعني شو خصائص هذا السيستم بس من خلال مراقبتنا لايش؟ للانبوت والاوتبوت، علاقه الاوتبوت مع الانبوت بدون معرفتنا بالسيستم. يعني احنا totally ignorant about the system. اوكي، فالبروبرتيز حنبلش حندرس 6 properties. اول property اللي هي بسموها الميموري، اللي هي ايش يعني؟ ذاكره. وبناء على الذاكره راح نقسم السيستمز، يا انها تكون ميموريليس يعني ما عندها ذاكره، او with memory يا عندها ذاكره. ومشان نشرح هاي البروبرتي خلينا نتفق على شغله انه تي نوت. لما احكي تي نوت شو بقصد؟ البريزنت او ناو، الان يعني. اي شيء قبل تي نوت شو هو؟ مثلا تي نوت ناقص وات ايفر فاليو،
ناقص a مثلا where a is a constant, اي constant طبعا negative constant positive constant ها مشان يكون فهاي شو بالنسبة لنا شو بتمثل past وأي شيء بعد t not let's say t not plus a b مثلا where b is also what positive constant شو بيكون هذا بالنسبة لنا future. طيب لما أحكي لما أحكي مثلا x of t not شو يعني current input يعني الانبوت اللي داخل على السيستم متى؟ At the moment now بهاي اللحظة يعني. لما أحكي y of t not current output لما أحكي مثلا y of t not ناقص 3 هاي شو هو؟ هذا الاوتبوت اللي طلع من السيستم 3 seconds before أو 3 seconds ago أو 3 minutes حسب وحدة الزمن يعني. أوكي؟ ومثلا y of x of t not plus 3 هذا الانبوت اللي راح ادخله على السيستم بعد 3 seconds وهكذا تمام يعني الريفرنس هو t not فمتى بحكي انه السيستم is memoryless or or with memory شوفوا الديفينيشن كيف يعني f مشان احكم على بقول f بروح بتطلع على y of t not شو هي y of t not حكينا الكرنت اوتبوت اللي طالع من السيستم بهاي اللحظه الان إذا كان هذا depends بيعتمد depends on only وهي خط تحت only only on x of t not شو يعني x of t not الcurrent output يعني الcurrent input الcurrent output بس بيعتمد على الcurrent input بحكي إنه system is what is so the system is set to be memoryless the system is يعني هي خاصية للsystem is memoryless تمام واذا هاي الستيتمنت ما كانت متحققه اللي هي otherwise يعني وكيف ممكن ما تتحقق هاي الستيتمنت بحكي ان السيستم از وات از وذ ميموري عنده ذاكر طيب كيف ما بتتحقق الستيتمنت الاولى سوري يعني هون انه الكرنت اوتبوت بيعتمد على الكرنت انبوت اذا صار بيعتمد على الباست انبوتس بصير في عنده ذاكره اذا صار يعتمد على الفيوتشر انبوتس بصير عنده ذاكره اذا صار يضل يعتمد على الكرنت انبوت بس كمان يعتمد على الباست معناته عنده ذاكره اذا كل البوسيبيليتيز هاي خلينا كم بوسيبيليتي فيه لو بدنا نحسبهم لو كان لو حكيت هون باست هون بريزنت وهون ايش فيوتشر لو اذا بيعتمد على الباست بحط 1 اذا بيعتمدش بحط 0 مثلا فهذا احتمال صح 0 0 0 لا بيعتمد لا على البريزنت ولا على الباست ولا الفيوتشر يعني ما فيش سيستم هيك صح فهاي هاي هذا سيستم لا ميموريليس ولا وذ ميموري لانه ما في سيستم طيب 0 0 1 هذا شو خلينا نحط البوسيبيليتيز كلهم 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 شيك هاي هون النت سيستم لانه ما في سيستم ما بيعتمدش على ولا شيء لا على الفيوتشر ولا على الباس ولا لا ما عنده ذاكره هون بيعتمد على الفيوتشر معناته ايش ويب ميموري هون بيعتمد على البريزنت هون شو ميموريليس هاي الحالة الوحيدة صح؟ هون بيعتمد على الـ present والـ future with memory هون على الـ past هون على الـ past والـ future هون على الـ present والـ past هون على الـ present والـ past والـ future هذول كلياتهم ايش؟ with memory إذا بس في حالة وحيدة فقط الحالة اللي حكينا عنها اللي بتعطينا memoryless اللي هي هاي لما يكون ايش؟ بيعتمد على ايش؟ على الـ present بس تمام خلينا ناخذ examples ف
يعني احنا كهيومن بينجز وذ ميموري عندنا ذاكره صح, نتذكر الماضي والاكشنز اللي بتصدر عنا هاي مش مش ريسبونس ل كرنت انبوت, لا انبوتس اوريدي هي متراكمه عبر الزمن. بس انتم بالامتحانات بتتصرفوا از ميموريلس. اوكي, في مثلا اذا بتعرفوا سمك الزينه ذاكرته صغيرة almost zero approaches zero يعني تقريبا. ها سمك لا بعرف انه سمك الزينة يعني almost ذاكرته صفر, وهذا بفسر انه 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 السمك doesn't get mad يعني لانه هو موجود بنفس المكان بالاكواريوم بضل يلف بدون ما يعني بدون ما يزهق يعني. ليش؟ لانه بضل يشوف شيء جديد دائما, الميموري تبعته صفر. طيب خلينا ناخذ اكزامبلز على الميموري ليس والويد ميموري. اكزامبل, لو حكيت لكم واي اوف تي تساوي واي اوف تي تساوي اكس اوف تي, شو رايكم؟ كيف بعرف؟ بروح بعمل هنا بحط y of t note, يعني بسوي evaluation عن t note, شو بصير يساوي؟ x of t note, إذن يتضمن إيش؟ memory loss. طيب لو حكيت لكم هذا example, example ثاني y of t تساوي x of t ناقص 3 with memory صح؟ طيب y of t تساوي x of t زائد x of t ناقص 3, شو هذا؟ with memory, لأنه مع أنه هو بيعتمد على ال present بس بيعتمد كمان شو؟ على ال past. طيب y of t تساوي x of t زائد x of t ناقص 3 زائد x of t زائد 3, هذول كلياتهم شو؟ with memory. لا المهم خلص بطل يعتمد بس على البريزنت, يعني انتفت الستيتمنت الاولى فخلص اي اوبشن ثاني من الاوبشنز اللي ضلوا البوسيبيليتيز اللي ضلوا بتعطينا ويد ميموري. طيب هلا خلينا نروح للسيركت يعني على امثله الميموري والميموري ليس, بس امثله من السيركت اكزامبل. خلينا ناخذ از اكزامبل, خلينا ناخذ الكاباسيتر مثلا. هلا اذا كان في عندنا كاباسيتر بيمشي فيه كرنت مقداره I of T, طبعا الكاباسيتر منقيسه بايش؟ بالكاباسيتنس اللي بالفراد صح؟ بيعمل فولتج دروب اكروس الكاباسيتر مقداره V of T. مين بيحكي لي شو العلاقة اللي بتربط بيناتهم هذول؟ يعني V of T, قبل احكي V of T تساوي 1 over C للكاباسيتنس الانتجريشن من ماينس انفينيتي, بنبلش يعني من لما بلش السيستم يشتغل للكرنت تايم اللي هو تي لايش؟ للاي اوف تاو دي تاو. طبعا هاي ايكويشن موجوده بالايش؟ بال هاي الاكسبرشن بالتايم دومين. هاي لو بدي اشتق الطرفين بصير المشتقه الثانيه للفولتج يساوي 1 على سي في الكرنت مش هيك؟ فبصير اي يساوي سي دي في باي دي تي اذا انتم متذكرين الطريقه هاي. اوكي, وبصير كان هاي زي ديفرنشال ايكويشن بدي احلها بس احنا حنتعلم بشابتر 5 كيف احل الانتجريشن الايكويشن هاي بس بالفريكوانسي دومين, وهي واحدة من البيج ادفانتجز للفوري ترانسفورم اللي راح نتعلم بشابتر 5. انيويز خلينا نكمل. كيف بدي احكم انه السيستم هذا از ميموريليس ولا وذ ميموري؟ هذا كانه السيستم بقدر اعبر عنه از باكس. شو الانبوت تبعه؟ الكرنت, والاوتبوت اللي هو الفولتج, هذا اللي هو كانه كاباسيتر هون. اوكي, بيدخله كرنت بيطلع منه فولتج. اوكي, كيف بدي احكم انه هذا السيستم از ميموريليس ولا وذ ميموري؟ بروح بسوي ايفالويشن وين؟ عند تي نوت, بصير 1 على سي الانتجريشن من وين لوين؟ من ناقص تي لتي نوت لاي اوف تاو دي تاو. اوكي, يعني انا مشان اسوي ايفالويشن للكرنت فولتج هاي شو لازم اعمل ايفالويشن لشو؟ للكرنتس اللي هي i of tau. tau بتتغير من وين لوين؟
ناقص انفينيتي لتي نوت. يعني من وين؟ من from the past، يعني من لما بلش السيركت تشتغل لأمتى؟ لحد الآن. أوكي؟ يعني أنا بدي أسوي evaluation لكل الكرنتس اللي مروا بالكاباسيتر من لما بلشت السيركت تشتغل لحد اللحظة هاي، مشان أطلع بس الكرنت فولتج. يعني لو أجيب فولت ميتر وأحطه across الكاباسيتر، هاي الفولتج اللي بقراها مش نتيجة الكرنت اللي ماشي فيه الآن، لا، كل الكرنتس اللي مروا فيه زمان. مشان هيك بحكي إنه الكاباسيتر عنده ذاكرة، ولو ما كان عنده ذاكرة كان إيش ما بيعمل؟ ما بيخزن، صح؟ so معناته V of T naught depends on what؟ on I of T less than or equal T naught، اللي هن كل الكرنتس، الكرنت البريزنت كرنت والبريفيوس كرنت أو الباست كرنت. معناته هذا شو؟ with memory. وهاي الخاصية اللي بتخلي الكاباسيتر يكون ستورج، انرجي ستورج اليمنت، صح؟ وبيخزن طاقة، بيخزن شحنة اللي هو الكاباسيتر. ليش؟ لأنه عنده ذاكرة، لو ما كان عنده ذاكرة ما بيقدر يخزن شحنة. تمام؟ طيب خلينا ناخذ اللي هو المثال الثاني اللي هو ايش؟ اندكتر. الاندكتر كيف بيشتغل؟ الاندكتر شكله هيك، اللي هو الملف، يعني المكثف. شو اسم مكثف هناك، صح؟ كاباسيتر مكثف، الاندكتر ملف او مواسع بسموه، مش الملف، الكاباسيتر. هذا بنقيسه بايش؟ بالاندكتنس ال، والكرنت هون اي اوف تي، والفولتج اكروس الاندكتر في اوف تي، وبنقيس ايش وحده الهنري. تمام، شو العلاقه اللي بتربط بيناتهم؟ اي اوف تي تساوي 1 اوفر ال integration minus infinity ل t لل v of tau d tau. نفس الشيء لو بدي احط هنا i of t naught، شو بصير هون؟ t naught. معناته i of t naught بتعتمد على شو؟ على كل الفولتجز اللي كانوا across الاندكتر من لما بلش السيركت تشتغل للان. هذا بيعطينا، يعني لو جبت اميتر وقست الكرنت اللي بمر عبر الملف هذا، عبر الاندكتر، هذا ايش؟ هذا نتيجه كل الفولتجز اللي كانت across الاندكتر من لما بلش السيركت تشتغل الان. فمعناته i of t naught تعتمد شو؟ on v of t less than or equal t naught. معناته هذا system is what؟ with memory. اذا هذول السيركت elements اللي هم الاندكتر والكاباسيتر عندهم ذاكرة، بس شو السيركت element اللي ما عنده ذاكرة، اللي فاقد الذاكرة؟ اللي هو الريزيستر. الريزيستر نقيسه بR بالأوم، I of T V of T. العلاقة اللي بتربط بيناتهم شو هي؟ V of T اللي هو كيرشف، صح؟ R في I of T. لو كانت R V of T نوت، شو بصير؟ R I of T نوت، يعني الكرنت فولتج بيعتمد على الكرنت، كرنت على البريزنت كرنت. تمام؟ أوكي، وبالتالي إيش؟ memoryless، ما عنده ذاكرة. يعني هاي أول property. في حدا عنده مشاكل فيها؟ هيك بتكون خلصت محاضرة ولا لسه؟ طيب خلينا نوقف هون، لأنه رح نبلش بندرس ال invertibility next time. أوكي، فخلينا نوقف هون. يعطيكم العافية شو.